السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي، نواصل تغطيتنا لمباريات دورينا الدوري العماني، والذي أخذ منعطف التحدي بين الأندية، وخاصة في الجولة الثالثة، جولة الإثارة والأهداف. هيا بنا نستعرض نتائج هذه الجولة، بداية مع في مباراة الرستاق وظفار. زعيم يعود من أرض التاريخ في 3 نقاط بعد أن فاز على ناديها عن نابيه الجبل بهدفين. مثل التعاقد مع خالد الحمداني، خطيرة الأول للزعيم، جول ثاني مرة أخرى لظفار، خطيرة يزيد، جول في مباراة صحم والمصنعة. السهام الحمراء 10 على 10 زادت من معاناة موج البحر بخماسية. العرضية محاولة خطيرة، حكم القائم شيرين الخطأ بعد تدخل على اللاعب الجمالي. صف الآن يا سلام على المرور، سامح الحسيني نقطة قوة اللي فريق المصنع. في مباراة السيب ونزوة، الامبراطور يعود إلى الصدارة من شباك أزرق الداخلية بثلاثية. أول أهداف اللاعب صلاح اليحيى، تقدم صلاح الهادي، يبحث عن فرصة لإرسال كرة عرضية داخل المنطقة، ولكن عيدها للخلف إلى علي البوسعيدي، عرضية من علي البوسعيدي أمامية خطيرة، جول جول جول. الهدف الثاني يأتي عن مصلحة نادي، إرسال كرة أمامية عالي، محاولة خطيرة سيئة خطرة، جول. الله يا سلام يا سلام يا سلام، ثالث الأهداف يا في مباراة مسقط وعمان. درب العاصمة يميل إلى العميد ليواصل انتصاراته وحصد النقاط وملاحقة المتصدرين، عندما انتصر على فارس مسقط بهدفين. نقاط الثلاث، كرة من قول الأمام، محاولة جول هو هدف النقاط الثلاث. في مباراة بوهلا والنصر، أصفر الداخلية يبعثر أوراق الملك النصراوي لملاحقة الصدارة وينتزع منه نقطة بعد أن تعادل معه سلبيا. في مباراة صحار والاتحاد، العميد الاتحاد يعود من أرض النحاس بنقطة بعد أن تعادل مع ناديها التماسيح هدف لهدف. في مباراة السويق والنهضة، شعاع الشمس السويقاوي يكرم ضيفه العنيد النهضاوي بهدف، ويواصل مزاحمته للإمبراطور السيباوي على صدارة دورينا. عرضية بهذه الطريقة، رأسية، جول فعلها البلوشي، ضربة السويق تأتي، ضرب افضل لاعب في الجوله لاعب نادي السيب علي البوسعيدي. الى علي البوسعيدي، عرضيه من علي البوسعيدي، من علي البوسعيدي، اسيست. افضل فريق في الجوله فريق نادي المصنعه. يا سلام على المرور، سامح الحسيني، نقطه قوه اللي فريق. افضل مدرب في الجوله مدرب نادي عمان الكابتن علي الخمشي. افضل هدف، هدف اللاعب عبد الله البلوشي من نادي السويق. ضية بهذه الطريقة، رأسية، فعلها البلوشي. واليكم جدول ترتيب الأندية.
دمتم على خير، نلتقي في الجولة الثالثة، رعاكم الله، مع السلامة.